جمادات كائنات جميلة، شايف الأزهار والخضرة. مش الدين ايه يا مدام عفاف؟ السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب ندخل في الموضوع على طول. النهاردة إن شاء الله جايين نشرح الدرس الثاني في المنهج اللي هو البلاستيدة والورقة والبناء الضوئي. إيه الكلام دوت؟ بسم الله. بص يا عم الحاج، خلينا نتفق بس على عنوان. إحنا بنتكلم عن النبات، وكان في عنوانين كده دايما بنتكلم عنهم، التركيب والوظيفه. اغير بس اللون الابيض، وانا عايز القلم دهوت زي الفل. بص، عايزين نتكلم عن حاجه اسمها التركيب والوظيفه. طيب هي ايه اللي احنا اتكلمنا عنه الحصه اللي فاتت؟ احنا قلنا ان النبات بيتكون من ساق، وفي هنا كده جذر، وفي هنا اوراق. الرسمه البسيطه بتاعتنا عندنا جذر وساق وأوراق. الجذر بيعمل امتصاص، ارسم الرسمة دي عندك، امتصاص للماء والأملاح، صح؟ الساق بتعمل نقل للماء والأملاح والغذاء، تمام. الأوراق بيبقى جواها بلاستيدات خضراء علشان تعمل عملية البناء الضوئي. المية والأملاح بناخدهم من الجذر للساق، نوصلهم للورقة تعمل عملية البناء الضوئي، فتكون الغذاء توديه للساق تاني عشان يوزعها لإيه؟ لجميع أجزاء النبات. حلو قوي. طيب بالنسبة لكلمة التركيب، التركيب فهو ده الورقة بالبلاستيدة اللي جواها، ده تركيب. الجذر والشعيرة الجذرية، الساق بالخشب واللحاء، يبقى الجذر درسنا فيه الشعيرة الجذرية، تمام. والساق ندرس فيها الخشب واللحاء، والاوراق هندرس فيها ايه؟ البلاستيدات. ده بالنسبه للتركيب. الوظيفه بالنسبه للوظيفه، فاحنا جينا عند الجذر ودرسنا امتصاص الماء بالاسموزيه والتشرب والنفاذيه الاختياريه، ودرسنا امتصاص الاملاح بالانتشار والنفاذيه الاختياريه والنقل النشط، صح ولا ايه؟ فدي كانت الوظيفه. بعد كده لما نيجي على الساق هندرس النقل، كيفيه نقل الماء والاملاح في الخشب، وكيفيه نقل الغذاء في اللحاء، تمام. يبقى الحته دي فيها كده خشب، والحته ديت فيها لحاء، حتى كنا بنحفظهم كده، المواد الخام اللي هي الميه والاملاح، يعني مواد خام بالخشب، والغذاء في اللحاء. الله الله الله، لما كده تستطعم الكلام وتربط الكلام اللي قلناه في سنه اولى. ما انت لو كنت بتتفرج على الفيديوهات في سنه اولى كنت عرفت الكلام ده. المهم عادي، لحقت نفسك سنه ثانيه وان شاء الله تكمل في سنه ثالثه. الخشب مواد خام، ميه واملاح، واللحاء غذاء، او الغذاء لحاء، ماشي. بعد كده بقى هندرس البلاستيدة وكيفية قيامها بالبناء الضوئي. هو ده الدرس بتاع النهاردة. دوت لسه ان شاء الله في الوحدة الجاية، اللي هي النقل، الجهاز الدوري في الانسان، والقلب والاوعية الدموية اللي بتنقل جوه جسم الانسان، والخشب واللحاء اللي بينقله جوه جسم النبات. احنا جايين ندرس ايه؟ جايين ندرس الجزء ده ان شاء الله في الفيديو دوت. هناخد تركيب الورقة والبلاستيدة، والفيديو هيبقى خفيف. الفيديو الجاي ان شاء الله نشرح البناء الضوئي، فهما فيديوهين خفاف على القلب، ولكن لما بيجتمعوا ما بيبقوش خفاف خالص، فخلينا نخليهم خفاف زي ما هم. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن التركيب والوظيفه يا ولد. هنتكلم عن التركيب. طيب تركيب مين؟ تركيب البلاستيده اللي موجوده فين؟ في الورقه. فنبدا بالبلاستيده. بسم الله الرحمن الرحيم. البلاستيده ديت بتبقى موجوده فين؟ موجوده في الانسجه الخضراء. اي جزء اخضر، بص، اي جزء اخضر في النبات. طب هي الاجزاء الخضراء ديت موجوده فين؟ والله موجوده في الاوراق، صح. يبقى البلاستيدات موجوده في الاوراق، ودي اللي احنا جايين ندرسها، وموجوده في الساق. والساق ديت حاجه من اتنين. بص بقى، ممكن تبقى ساق عشبيه، عارفين نبات البرسيم، البرسيم، الفول، ايه تاني مثلا، الجرجير، الفجل، الملوخيه، الحاجات دي كلها نباتات عشبيه، السيقان بتاعتها بيبقى لونها اخضر، تمام، سيقان خضراء. وفي حاجات تانية اسمها سيقان خشبية، زي الأشجار، زي شجر البرتقال، التفاح، المانجا، الحاجات دي كلها أشجار خشبية لونها مش أخضر، فدي مش تبعنا. يبقى احنا بنتكلم عن أنهي بقى؟ بنتكلم عن الأوراق الخضراء والسيقان العشبية الخضراء. الأنسجة اللي فيها بتبقى اسمها ايه؟ أنسجة بارنشيمية. مش انتوا عارفين خلايا النسيج البارنشيمي والكولنشيمي والإسكلارنشيمي، صح؟ ف
فهي بتبقى خلايا برانشيميه وفيها بلاستيدات صح، والبلاستيدات بيبقى فيها صبغ اسمه كلوروفيل صح، بيبقى لونه اخضر، فاحنا بندلعها نسميها الكلورانشيميه. والله دلع، هي اسمها برانشيميه وفيها كلوروفيل فنسميها ايه؟ نسميها كلورانشيميه. قلت لي موجوده فين يا عم؟ كلوروفيل دوت يعني اخضر، بص عشان نبقى واقعيين كده، يعني اخضر اخضر، فاي جزء اخضر في النبات. طب فين الاجزاء الخضراء؟ الاوراق طبعا خضراء تمام، والسيقان بعض السيقان بتبقى سيقان عشبيه خضراء، انما السيقان الثانيه اللي هي بتبقى بنيه يا ولا اهوت، عشان ايه في سيقان ثانيه كده لونها بني بتاعه الاشجار دي مش تبعنا. والله حلو قوي الالوان والكلام دوت، يعني لذيذه. نرجع تاني بقى عشان العيال دول مش فاضيين وانا كمان مش فاضي، مش وقت لعب عيال. المهم يعني احنا بنتكلم في الانسجه الكلورانشيميه اللي موجوده فيها، اللي موجود فيها كلوروفيل، وقلت لي موجوده في الورقه وفين وفي السيقان العشبيه. ماشي، البلاستيده دي شكلها عامل ازاي؟ اول حاجه في النباتات الراقيه زي نبات الذره بتبقى البلاستيده على شكل عدسه محدبه وبنت ناس تمام. العدسه المحدبه دي ليه محدبه؟ عشان تقوم بتجميع الاشعه الضوئيه، تجمع اكبر كميه من ضوء الشمس عشان تعمل عمليه البناء الضوئي، منطقي ماشي. طيب ما ترسمها لي رسمه كده حلوه. بص يا عم الحاج، بسم الله الرحمن الرحيم، بتبقى اول حاجه، لا 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 تاني بص يا عم الحاج، بسم الله الرحمن الرحيم، بتبقى اول حاجه على شكل عدسه محدبه ماشي. تاني حاجه بيبقى ليها غشائين، غشاء داخلي وغشاء خارجي، السمك بتاعهم 10 نانومتر، معلومات سهله. يبقى اول حاجه غشاء مزدوج السمك بتاعه 10 نانومتر. بالمناسبه المحاضره اللي احنا فيها ديت الغرض منها الحفظ، فانت لو خرجت من المحاضره دي مش حافظ حاجه هديك على دماغك، تحفظها صم زي اسمك وانت معايا نذاكرها وما تاخدش مننا وقت، تلت ساعه 25 دقيقه بالكثير. المحاضره الجايه كلها فهم وفيها حفظ برضه، بس فهم اكتر من الحفظ. المهم ده الغشاء بتاع البلاستيده. دخلنا لقينا حاجتين، لقينا الارضيه اللي لونها اسود دي كلها سميناها ستروما، مش ستروما، لا استروما، هي كده استروما. استروما يعني ايه؟ يعني نخاع او ارضيه، ودي بتتكون من مواد بروتينيه ماشي. بنبص في الارضيه ديت لقينا فيه حبيبات كبيره كده. مين الحبيبات ديت يا عم الحاج؟ قال لك دي حبيبات من النشا، وظيفتها ايه؟ بتتخزن هنا، يعني دي حبيبات من النشا متخزنه. لما النبات يبقى محتاج، زي مش احنا عندنا جلايكوجين بيتخزن في الكبد والعضلات، لما بنحتاج الجلايكوجين ده بيتحول لجلوكوز وينزل الدم، كذلك برضو في النبات. لما النبات بيحتاج غذاء الجلايكوجين او النشا يعني بتتحول لجلوكوز وتنزل في الدم، حبيبات من النشا. وبعدين لقينا كده في جزيئات دي ان ايه. انا عايز اكلمك بصراحه عن الدي ان ايه دوت، يعني سريعا كده. انتوا فاكرين ازاي كانت الصفه الوراثيه بتظهر؟ دي خليه ودي النواه بتاعت الخليه، كان بيبقى جواها حاجه اسمها دي ان ايه. الدي ان ايه كان بناخد منه نسخه اسمها ار ان ايه، بعد كده بتروح لحاجه اسمها الريبوسوم. الريبوسوم بيصنع بروتين، والبروتين دوت مسؤول عن اظهار صفه وراثيه معينه. ما تكتب التتابع ده، اكتب كده دي ان ايه بيتحول الى ار ان ايه، بعد كده يقوم الريبوسوم بتحويله الى بروتين مسؤول عن اظهار صفه وراثيه معينه. اكتبها ولخصوا يا جماعه، لخصوا تلخيصات كويسه، يعني انا بحب ان انا اقول معلومات زياده عشان حضرتكم تلخصوا كويس، والحاجات ديت لا تفقد. يبقى الفيديوهات موجوده والتلخيصات موجوده، وابهروني كده. انا والله بجد لما بدخل الجروب اشوف تلخيصات حلوه لا تتخيلوا كميه الفرحه اللي انا بفرحها والله. انشروا التلخيصات على الجروب وجروب الفيسبوك، هتلاقوا اللينك تحت، والجروب كويس يعني كوميونتي كده وكلنا في بعضينا ماشي. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان الدي ان ايه وظيفته تكوين بروتين، بس الدي ان ايه في النواه، ايه اللي جاب الدي ان ايه في البلاستيده؟ بص بقى الدي ان ايه بتاع البلاستيده، اكتب كده، تقوم تستخدمه البلاستيده في بناء انزيماتها بنفسها. هو مش البروتينات دي ممكن تبقى انزيمات صح؟ طب البلاستيده تبني انزيمات ازاي؟ بنفسها، تحتوي على الدي ان ايه، اكتب تحتوي البلاستيده على الدي ان ايه والريبوسومات الخاصه بها لبناء انزيماتها بنفسها دون الحاجه للنواه. تحتوي البلاستيده على الدي ان ايه
والريبوسومات الخاصة بها حتى تقوم ببناء إنزيمتها بنفسها دون الحاجة إلى النواة. جميل جدا. طيب مع السلامة والقلب داعي لك، أنا مش محتاج الحتة دي، أنا كنت بس بشرح لك الحتة بتاعت الدي إن إيه. أظن أنت دلوقتي مستني اللحظة الفاصلة. هو إحنا جايين البلاستيدة ليه؟ مش عشان خاطر سواد عيونها، احنا جايين عشان خاطر خضار عيونها، عشان عيونها خضراء، جايين ندور على الكلوروفيل. فين الكلوروفيل في الموضوع؟ انا مش لاقي يوتها كلوروفيل. بص يا عم الحاج، الكلوروفيل موجود في حبيبات عامله كده، دي حبيبه ودي كمان حبيبه ودي كمان حبيبه وهكذا، ممكن 15 واحده فوق بعض يعملوا حاجه اسمها قرص تاني، حبيبه والتانيه والتالته والرابعه يعملوا قرص، تمام؟ ف الحتة دي اسمها أقراص الجرانا، دي كده كده اهو اسمها الجرانا. مين اللي جوه الجرانا ديت بقى؟ الكلوروفيل او الاصباغ يعني عموما. ايه ده، هو في اصباغ غير الكلوروفيل؟ هقولهم لك دلوقتي، هم اربعة. دي كده اسمها ايه؟ الجرانا. بداخلها مين؟ بداخلها الكلوروفيل او الاصباغ. احيانا بتلاقي حبيبة تانية هنا، بالمناسبه دي اسمها قرص وعلى بعضها اسمها حبيبه، معلش، قرص وقرص 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 يعمل حبيبه. فتلاقي ان في قرص من الناحيه دي وقرص من الناحيه دي بدات تمتد الحواف ويتوصلوا ببعض. يقول لك تمتد حواف قرص من حبيبه الى حواف قرص اخر من حبيبه اخرى. طب فايده الموضوع دوت ايه؟ حتى تزيد من مساحه السطح المعرض لامتصاص الطاقه الضوئيه. مش الكلوروفيل هو اللي بيمتص الضوء؟ فلو احنا عندنا كلوروفيل هنا وكلوروفيل هنا، المساحه قد ايه؟ المساحه قد كده وكده، صح؟ لكن لو الحواف امتدت، بص المساحه بقت قد ايه؟ زودنا الحته اللي في النص دي، يبقى تمتد علشان تزود مساحه السطح. طبعا بقى يقول لك ايه السمك بتاعها 7 مايكرون ومش عارف القطر او السمك 7 مايكرون والقطر 5 مايكرون. فاكس، مش مهم المعلومات ديت قوي يعني. طيب ايه بقى الاصباغ اللي جوه؟ تعالى اما نشوف ايه هي الاصباغ ونحفظهم ونعرفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا 4 انواع من الاصباغ. رقم 1 حاجه اسمها كلوروفيل الف، وده الكلوروفيل الاساسي، اهم واحد، وكلهم اصلا بيخدموا عليه، يعني التلاتة الباقيين بيوصلوا الطاقه الضوئيه للكلوروفيل الف في الاخر. طيب رقم 2 كلوروفيل باء. رقم 3 حاجه اسمها زنسوفيل. ورقم 4 حاجة اسمها كاروتين أو كاروتين، جاي من الكاروت، جزر، صح؟ تمام. الاتنين دول لونهم أخضر، دول أخضر برضو أخضر، والاتنين دول لونهم أصفر، ماشي، حلو قوي، أخضر وأخضر وأصفر وأصفر، أمال فرقهم عن بعض إيه؟ في الدرجة. دوت أخضر غامق أو أخضر مزرق، ودوت أخضر فاتح أو أخضر مسفر. يعني بص تقدر، طب والله فكرة، تعالى كده نعملها، نيجي هنا كده ونختار دوت كده، دوت ده هو كده، دوت الايه؟ دوت كلوروفيل باء. الله، حلو قوي. بص هنا بقى كلوروفيل الف ده اخضر مزرق غامق شوية، جميل. بعد كده الاتنين اللي عليهم الدور لونهم اصفر، ولكن في واحد اصفر ليموني، ليموني، ليموني اللي غاروا مني. فين بقى الليموني؟ فين الاصفر الليموني؟ هو ده يعني ايه؟ يا له، معلش معلش، ده كده اصفر بس ليموني، فسفوري كده فاقع، وفي واحد تاني بقى اصفر برتقاني، يعني هو اصفر بس مايل للبرتقالي شويه، اللي هو دوت ده الكاروتين. السلام. يبقى تاني الكلوروفيل الف بيبقى غامق اخضر مزرق غامق، والكلوروفيل ب اخضر برضو بس مسفر فاتح شويه. بعد كده الزنسوفيل اصفر ليموني، والكاروتين اصفر برتقالي. يبقى دوت كده نكتب عليه اصفر ليموني، ليموني، ودوت اصفر برتقالي. النسبه بتاعت الاثنين دولت 70%، والزنسوفيل 25%، والكاروتين 5%. الصيغه بتاعت الكلوروفيل الاساسي كلوروفيل الف، الصيغه بتاعته كالاتي: سي 55، اتش 72، او 5، ان 4، ام جي. ولو انت فاكر الام جي دي، ام جي دي قلت لك ان هي مهمه في تكوين الكلوروفيل، كلوروفيل قلناها في المغذيات الكبرى، فاكرين؟ كب مج، مج نسكافيه، ما هو ده المج، المغنيسيوم،
مهم ليه؟ مهم لتكوين الكلوروفيل. وبالمناسبه السي 55 كتير قوي، كتير كتير كتير، ولكن ام جي دي اهم ذره، اهم ذره في جزيئ الكلوروفيل هي الام جي. وزي ما قلت لك الوظيفه بتاعته هي امتصاص الطاقه بتاعه الشمس. خلي بالك الشمس ليها طاقه حراريه وطاقه ضوئيه، هو بيمتص الطاقه الضوئيه مش الحراريه، بيمتص الطاقه الضوئيه لاستخدامها في عمليه البناء الضوئي. تعال ناخد تركيب الورقه. بص يا عم الحاج، دي الورقه بتاعه النبات. احنا هنعمل ايه؟ هناخد الورقه ديت نقطعها كده، نقطعها نصين كده اهوت، وبعدين نبص عليها من الناحيه دي تاني. انا عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ انا عايز كتاب. ثانيه واحده يا شباب. ده الكتاب بتاع الاحياء بتاع ثالثه ثانوي. هو بالكم كده لما تكبروا وتيجوا ان شاء الله عاملين لكم فيه عظمه ان شاء الله على دفعتكم، يعني يبقى فيه عظمه اكتر من كده، والعظمه لله وحده. المهم ده ورقه، دي ورقه كده في النبات حتى لونها اخضر. احنا هنعمل ايه؟ هنجيب الورقه دي نقطعها، نقطعها بالطول كده ونبص عليها من كده، تمام. هتلاقي فيه غلافه من فوق وغلافه من تحت، تاني غلافه من فوق وغلافه من تحت، وفي ورق في النص. ده اللي احنا هنعمله بالظبط. صباح الفل، اطلعي فوق مش عايزينك، ارجع تاني. قلنا ان هيبقى فيه غلافة من ناحية فوق وغلافة من ناحية تحت، وفي نسيج في النص. انا عارف ان احنا بنبص على الحتة الضيقة، يعني انت كنت فاكر ان احنا نرسم الورقة كده او كده او ايا كان، لا لا احنا نبص على الورقة كده. الورقة فيه سطح من فوق للورقة وفي سطح من تحت وفي حته كده في النص بتاع الورقة. ايوه هو السمك الصغير ده، بس احنا هنكبره قوي تحت الميكروسكوب ونشوف هنلاقي ايه. الحته اللي فوق دي بنسميها البشره. اي جزء في النبات بتبدا بيه هو البشره، زي ما جينا في الجذر كده اول حاجه قابلتنا الشعار الجذريه، وديت كانت خليه من خلايا البشره او الطبقه الوبريه بتمتد. فاول حاجه هتقابلنا من فوق البشره، واول حاجه هتقابلنا من تحت البشره الغلافه اللي من فوق هي البشره. بص يا عم الحاج، الخلايا دي بتبقى عامله كده، دي بنسميها البشره العليا. اما اللي تحت بقى فبنسميها البشره السفلى. ولكن البشرة السفلى بيبقى فيها فتحات كده تسمى الثغور، والثغور بيبقى عليها حراس، خلايا اسمها الخلايا الحارسة للثغر. يعني الخليتين دول بيحرسوا الثغر، يقفلوه عشان النبات يبطل يعرق ينتح يعمل عملية نتح، ويفتحوه عشان النبات يطلع النتح. يبقى الحتة دهيت اسمها ثغور، ودي كده البشرة السفلى. والخليه ده هي كده اسمها خليه حارسه للثغر، تمام. شايفين الحته دي كده؟ الثغر يبقى حواليه الحته دي غرفه هوائيه، حته فاضيه كده بيتجمع فيها الهواء وبخار الميه عشان يخرج في عمليه الايه؟ النتح. ما هو النتح مش عباره عن ميه، النتح عباره عن بخار ميه، تمام. طب النسيج اللي في النص دوت بقى بنسميه النسيج المتوسط، السلام، او الميزوفيلي او الميزوفيلي ايا كان، بس هي فيلي. ايه الميزو ديت؟ فاكرين الطبقات بتاعه الغلاف الجوي اللي خدتوها في اعدادي في العلوم؟ كان في حاجه اسمها الميزوسفير والستراتوسفير والايونوسفير والحاجات دي. الميزو كانت الطبقه المتوسطه، فميزو يعني متوسط، تمام. فميزوفيلي هو النسيج المتوسط، وده بينقسم لحاجتين. الحته اللي فوق ديت هنسميها نسيج عمادي، والحته اللي تحت هنسميها نسيج اسفنجي. وتعالى استطعم الكلمتين كده. النسيج العمادي عبارة عن خلايا عمادية بالشكل ده كده، مستطيلة الشكل، وبتبقى متعامدة على البشرة العليا فسميناها نسيج عمادي. والنسيج الاسفنجي، مش الاسفنج اللي سبونج بوب بيبقى فيه فقاقيع كده او حتت عشان لما نحط السفنجة في المية تشفط المية، ففيها فقاقيع، فقاقيع فيها مسافات بينية، فبتلاقي ان الخلايا دي شكلها غير منتظمة الشكل كده وما بينها مسافات بينية، عشان كده سميناه النسيج الاسفنجي. طيب تعال بقى نشوف كل النسيج بيتميز بيه. نبدا بالبشره العليا. اول حاجه يا جماعه بتتميز بها البشره العليا ان هي بتبقى مغطاه بطبقه من الكيوتين. يعني في الحته دي كده في ماده اسمها الكيوتين، ولو انت فاكر الكيوتين دوت كان مع الثلاثه اللي اسمهم كسل، كاف كيوتين سيوبرين لجنين، كانوا منفذين ولا لا؟ غير منفذين، ما بيعضوش الميه. طب ايه فايده الكيوتين دوت؟ منع فقد الماء اثناء عمليه النتح عشان الميه ما تتبخرش، تمام.
وهنا برضو في كيوتين في كل حته ما عدا الصغور. يبقى انا لو سالتك دلوقتي كميه الكيوتين على البشره العليا اكتر ولا السفلى؟ اكيد البشره العليا. ليه؟ علشان ما عليهاش صغور، الصغور تحت، فهنا بتلاقي ان البشره العليا كلها كيوتين، انما هنا كيوتين حته لا، كيوتين حته لا، وهكذا على حسب الصغور. تاني حاجه، هو مش الكيوتين بيمنع فقد الماء اثناء عمليه النتح؟ العرق بالنسبه للانسان زي النتح بالنسبه للنبات. هو احنا بنعرق امتى؟ لما درجه الحراره تبقى عاليه. طب النبات بينتح امتى؟ لما درجه الحراره تبقى عاليه. يعني في الشمس الجو حر، الساعه 12 الظهر ولا 2 الظهر تلاقي النبات بيزود النتح. طيب ما هو كده البشره العليا معرضه لاشعه الشمس اكتر، فلازم يبقى هيحصل عندها نتح اكتر، فنحط كيوتين اكتر عشان يمنع النتح. يبقى علل، البشرة العليا تحتوي على كمية كيوتين أكتر لأنها لا تحتوي على صغور، كما أنها مقابلة لأشعة الشمس فتمنع ومعرضة للضوء بتاعها أكتر والحرارة بتاعتها أكتر، تمام؟ عشان تمنع عملية النتح. الخلايا بتاعت البشرة أنا كنت بسميها به به به، خلايا البشرة بارنشيمية، وكمان بتبقى شكلها برميلية الشكل على شكل براميل. هتقول لي لا دي مستطيله يا ولا، ما احنا برسمينها من ناحيه واحده، هي مش عامله كده، هي فاهمني، هي مكعبه، يعني مش مكعبه، مبرمله، يعني ثلاثيه الابعاد، ثلاثيه الابعاد، فهي على شكل براميل فنسميها برميليه الشكل. يبقى خلايا البشره بارنشيميه برميليه، 3 ب. وفي حاجه كمان، لا تحتوي على بلاستيدات خضراء، ما بتعملش عمليه البناء الضوئي. خلايا البشره ما لهاش دعوه بالبناء الضوئي، لا تحتوي على بلاستيدات، ودي معلومه مهمه جدا، اهم معلومه لحد دلوقتي في الجزء بتاع تركيب الورقه. الخلايا البشره لا تحتوي على بلاستيدات ولا تقوم بعمليه البناء الضوئي. امال ما مين اللي فيه بلاستيدات بقى؟ النسيج المتوسط، كلهم فيهم بلاستيدات، ولكن ركز كده وانا برسم، مستطعم الرسم دي كلها بلاستيدات. على فكرة أنا مش بضيع وقت، أنا بسيبك تستنتج لوحدك. تعالى أنت فهمت أنا عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك إن النسيج العمادي فيه بلاستيدات أكتر من النسيج الإسفنجي. والنسيج العمادي ذات نفسه النص الفوقاني لو سمينا دي ألف وديت ب وديت جيم، فكمية البلاستيدات في ألف أكتر من ب أكتر من جيم. يعني الجزء العلوي من النسيج العمادي يحتوي على بلاستيدات أكتر من الجزء السفلي. والجزء السفلي بيحتوي على بلاستيدات اكتر من النسيج الاسفنجي، بس خلي بالك والله العظيم النسيج الاسفنجي فيه بلاستيدات عادي ولكنها قليله. يبقى النسيج الاسفنجي بيعمل عمليه بناء ضوئي صح، ولكن بكميه اقل. يبقى لو احنا جينا نقارن ما بينهم، النسيج العمادي ناحيه البشره العليا، النسيج الاسفنجي ناحيه البشره السفلى. الخلايا العماديه مستطيله الشكل ومتعامده، اما الخلايا الاسفنجيه غير منتظمه الشكل. النسيج العمادي الوظيفه الاساسيه القيام بعمليه البناء الضوئي، النسيج الاسفنجي الوظيفه الاساسيه التهويه. ليه؟ عشان المسافات البينيه، مسافات بينيه للتهويه. طيب في الحته دي كده لو انت بصيت في الورقه في النص بتلاقي في حاجه ماشيه كده وبتقعد تتفرع، اللي في النص ده يا جماعه اسمه عرق وسطي. طب والحاجات ديت ايه؟ دي اسمها عروق فرعيه، وبعد كده في حاجات طالعه من العروق اسمها عريقات. يا لهوي، العرق الوسطي بيطلع عروق والعروق بتطلع عريقات، تمام ماشي. فدوت كده ده العرق الوسطي، بنبص لقينا فيه حاجتين، في من فوق خشب ومن تحت لحاء. ليه؟ هي مش الورقه دي اللي هتعمل بناء ضوئي؟ والبناء الضوئي محتاج ميه وثاني اكسيد الكربون، مواد خام. يعني مين اللي هيجيب المواد الخام؟ الخشب. ومين اللي هينقل الغذاء؟ يعني بعد ما الغذاء يتكون مين اللي هينقل الغذاء؟ اللحاء. افتكر يا ولا، اوعى تنسى بقى الكلمتين دول. يلا، خشب مواد خام بيجيب ماء واملاح للورقه. طب بالنسبه للحاء بياخد الغذاء بعد ما يتكون في الورقه. وعلشان نحافظ على الخشب واللحاء بنحط جنبهم خلايا كولانشيميه قويه في الحته دي كده عشان تحافظ على الخشب واللحاء بدون ان هما يتاثروا. كده احنا خلصنا التركيب بتاع الورقه
والحصه بتاعه النهارده خفيفه ولذيذه. عندنا رسمتين فيهم كل حاجه. الرسمه الاولى هي بتاعه البلاستيده واهم حاجه الجرانه اللي جواها الكلوروفيل او الاصباغ بشكل عام، وعرفنا الترتيب بتاعهم وعرفنا التركيب بتاع الكلوروفيل C55H72O5N4MG، وبعد كده عرفنا التركيب بتاع الورقه، البشره العليا والبشره السفلى والنسيج المتوسط عمادي واسفنجي والفرق ما بينهم، وديت اسمها الحزمه الوعائيه بالمناسبه، الحزمه الوعائيه لان فيها اوعيه الخشب واوعيه اللحاء. الخشب بيجيب المواد الخام الميه والاملاح، واللحاء بينقل الغذاء، وبيبقى حواليهم خلايا كولانشيميه علشان تحميهم. افتكر مين اهم خلايا تعمل عمليه البناء الضوئي؟ العماديه. مين اللي ما بتعملش عمليه البناء الضوئي؟ البشره يا ولد. الاسفنجيه بتعمل. مين اللي بتعمل تهويه؟ الاسفنجيه. مين اللي بيبقى عليه الثغور، السطح العلوي ولا السفلي؟ السفلي. مين اللي عليه كيوتين؟ الاثنين، ولكن مين عليه كيوتين اكتر؟ العلوي. اتمنى تكون المحاضره كانت خفيفه ولذيذه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والعصر، ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تحبكم في الله، وما تنسوش دايما 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 صلوا على رسول الله. ان شاء الله اشوفكم على خير. السلام عليكم. نحمل قلما نزرع فكرا، نغرس حلما نترك اثرا، ننشر علما نبغي اجرا، نبني جيلا يصنع فجرا. نحمل قلما نزرع فكرا، نغرس حلما نترك اثرا، ننشر علما نبغي اجرا، نبني جيلا يصنع فجرا.